بالنسبة للقاح، يعني احنا نتمنى انه مثل العائلة كلها تاخذ اللقاح، زين، لكنه اكو فقرة مهمة هي انعدام الثقة بين المواطن ووزارة الصحة. يعني الاوجب انه مثلا يخلون البرلمان كليتهم يلقحون امام اعين الشعب حتى ترجع لنا الثقة. احنا ارواحنا امانة. وجهة نظر محترمة يمهم. جدا. زين، احنا الموازنه مدى ما قروها اللي هي لقمه عيش المواطن. نعم. فشلون احنا نسلم ارواحنا للقاح؟ يعني هيفاء، انت تقولين اكو ازمه ثقه بيننا وبين الحكومه. تمام. الحكومه خلي تروح تاخذ اللقاح، احنا ناخذ اللقاح. انا من عين باكر اني اخذ اولادي وبناتي واروح القح. نعم. هاي النقطه الاولى. النقطة الثانية، اليوم اكو الكادر التعليمي راحوا ولقحوا بمركز حي العدل. نعم. ما سووا لهم اختبار كورونا، رأسا لقحوهم. زين، احنا يعني بدون اجراءات بدائية. بلي بلي بلي. نعم. بلي، يعني احنا قبل فترة شفنا الممثل الكويتي اللي يعني نضال لقاح وتوفى انه طلع مصاب بالكورونا. زين. نعم. هذه شلون هذه فقرة؟ يعني كلش مهمة انه يجرون الاختبار لله. نعم. فيعني زين، شغله اللخ انه يقول المعلمه اللوخ تقول يقولها انه انت تاخذين اسبرين، ما يصير. نعم. زين، غير اكو في التعليمات تقرها وزاره الصحه انه المواطنين انه انتم مثلا اللي يتناول هيك عقار دواء، اللي مثلا عنده هيك مرض، اللي هذا هذول يخلوهم باللائحه. بعدين. نعم. احنا قدمنا، قسم من عندنا قدم على المنصه الالكترونيه، اشو علي ولا مسحات، كل شيء ماكو يحدث. يعني وجبتنا رساله، لدزوا علينا لهذه. هاي فايع، ما جاتكم اي رساله؟ انت شو وقت سجلتوا؟ لا والله تعيش وتسلم يا عيني. زين. كل شيء ماكو. شو وقت سجلتوا هاي فا؟ 1/3. من 1/3؟ انتم من بغداد؟ بلي. من اي منطقه؟ نفق الشرطه. من نفق الشرطه سجلتوا من 1/3 الى الان ما جاتكم رساله وتعيش، كل شيء ماكو. تمام، انا شاكر.